أهلا بحضراتكم وندوة جديدة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام قناة النيل الثقافية. هذا الملتقى الذي يلقي الضوء على العديد من المواضيع الدينية المختلفة من خلال عقد الندوات الكثيرة والمتعددة. الندوة التي نتابع فعالياتها مع حضراتكم بعد قليل بعنوان البر. البر هو حسن الخلق كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل الرسول ما هو البر فقال إن البر حسن الخلق والإثم هو ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني باختصار أن البر هو كل يمثل كل فعل صالح، هو يلازم لكل أمر سليم، كل أمر فيه إحسان، كل أمر طيب. تحت مظلة البر يعني تعقد هذه الندوة التي يشارك فيها ضيفان كريمان، وانقلها أو ينقل فعاليتها إلى حضراتكم زميل الدكتور محمد عامر. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع حضراتكم وملتقى الفكر الإسلامي لشهر رمضان المبارك عام 1442 هجرية الموافق 2021 ميلادية على شاشة قناة النيل الثقافية، والذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام. يقول المولى سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر وفضل البر، وفي شهر رمضان بشكل خاص، يحدثنا في هذا الأمر فضيلة الدكتور هاني تمام الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، كما يحدثنا أيضا الدكتور عمرو الكمار مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات. نرحب بهما ونبدأ إن شاء الله الحديث بهذه الكلمة لفضيلة الدكتور هاني تمام الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ووضح لنا الغرض والمقصد من بعثته صلى الله عليه وسلم ولماذا أرسل، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا هو الغرض الأساسي والمقصد الأعلى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وأشرف المنازل، وإنه لقليل العبادة. وإن الرجل ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم. الإنسان صاحب الخلق الحسن يبلغ الدرجة العظمى عند الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان قليل العبادة. أما الإنسان سيء الخلق إذا كان إذا لم يصلح من أخلاقه ومات على هذه الحال، فيبلغ بهذه الأخلاق السيئة أسفل درجة في جهنم. والبر كما قال العلماء هو جماع خصال الخير. في كلمة البر تنطوي الأخلاق الإسلامية الحسنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا الدرجة العليا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا تخلقتم بالأخلاق الحسنة، ومن جملتها الإنفاق مما تحبون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وكلمة البر تدخل معانا في كل شيء في حياتنا، في كل أفعالنا، في كل أقوالنا، في كل تعاملاتنا مع آبائنا، مع أمهاتنا، مع أولادنا، مع أصدقائنا، مع كل الناس. الإنسان إذا تخلق بالبر كان من الفائزين عند الله عز وجل. فعندنا مثلا البر بالوالدين، ربنا سبحانه وتعالى أمر به بعد الأمر بتوحيده وعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
أفضل عمل وأفضل حاجة ممكن الإنسان يعملها بعد توحيد الله عز وجل وبعد الإقرار بالعبودية التامة لله عز وجل هو البر بالوالدين، الإحسان إلى الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم وأمر وأوجب الله عز وجل بالبر والإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله عز وجل وتوحيده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وكلمة عندك في هذه الآية الكريمة لها مغزى ولها إشارة قوية جدا، تدل هذه الكلمة على أن الوالد أو الوالدة إذا كبر في السن وصار بحيث لا يستطيع أي أحد منهما أن يقوم بشؤون نفسه أو أن يرعى مصالحه، وجب في هذه الحالة أن يكون هذا الوالد أو هذه الوالدة عند ولدهما في بيته تحت رعايته. إما يبلغن عندك أي في رعايتك وكنفك واهتمامك وفي بيتك، مش لما يكبروا نروح نوديهم دار مسنين أو نوديهم في أي مكان ونسبنا منهم ولا نرعى مصالحهم، هذا يختلف تماما مع القرآن الكريم ومع البر بالوالدين. فمن كمال البر بالوالدين بعد أن يكبر في السن أن يكون في رعاية وكنف الوالد في كنف الولد أو البنت. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والبر بالوالدين لا يقتصر على الحياة وفقط، بل إن البر بالوالدين يظل موجود ومستمر حتى بعد الموت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ يعني أبويا وأمي خلاص ماتوا، فهل لسه في حاجة واجبة علي ناحية أبي وناحية أمي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، حاجات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إليها وأمرنا أن احنا نعملها بعد موت الوالد وموت الوالدة حتى نكون بارين بهما بعد موتهما. قال: نعم. أول حاجة الصلاة عليهما. الصلاة عليهما، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، يعني وجب أو من باب البر بالوالدين بعد موتهما كثرة الدعاء لهما. الصلاة عليهما والاستغفار لهما، أن يكثر الولد أو البنت من الاستغفار لوالده أو والدته بعد موته، والاستغفار لهما وإكرام صديقهما، أن نكرم أصدقاء والدينا بعد موتهما، وهذا من باب البر لهم. وإنفاذ عهدهما. إنفاذ عهدهما يعني إذا أوصى الوالد أو أوصى أو أوصت الوالدة بأي شيء في حياتهما وجب على الأبناء أن ينفذوا هذه الوصية طالما أنها لا تختلف مع شرع الله عز وجل. وإذا قطع مثلا الأب أو الأم عهدا على نفسه على أنفسهما، أو كان كل واحد فيهم نفسه يعمل حاجة معينة قبل الموت ولم يفعلها، وجب على الأبناء أن يتمموا هذا الأمر، وهذا من باب البر بالوالدين. وإنفاذ عهدهما وصلة الأرحام التي لا توصل إلا بهما، من باب البر بالوالدين بعد الموت أن يبر الأبناء وأن يصل الأبناء أرحام الوالد وأرحام الوالدة، يعني نصل العمات والخالات والأعمام والأخوال وكل أقارب الأب وكل أقارب الأم، وجب على الأولاد من بعدهما أن يصلوهم أن يصلوهما أن يصلوا هذه الأرحام من باب البر بأبيهم وبأمهم. من هذا الحديث ننطلق إلى نوع من البر الآخر الخاص بالوالدين أيضاً، وهو صلة الأرحام. فكما أن البر يكون بالوالدين وجب كذلك أن يكون البر بصلة الأرحام. صلة الأرحام يعني أرحام والدي وأرحام والدتي. وربنا سبحانه وتعالى يعني وصف قاطع الرحم بأوصاف شنيعة جداً وأوصاف قاسية جداً، وصفهم الله سبحانه وتعالى بالخسران: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فالذي يقطع رحمه هو من الخاسرين في الدنيا وفي الآخرة. وورد في الحديث الصحيح أن الرحم معلقة بعرش الرحمن وتقول:
من وصلني وصله الله عز وجل، ومن قطعني قطعه الله عز وجل. إذن الذي يصل رحمه إنما في المقام الأول يقوي الصلة بينه وبين الله عز وجل، والذي يقطع رحمه إنما يقطع الصلة التي بينه وبين الله عز وجل. من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فصلة الأرحام من أهم الأشياء التي ينبغي علينا أن نحافظ فيها، خاصة في هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان، لأنه شهر البر وشهر الصلة وشهر الإحسان خاصة إلى الأرحام. وصلة الأرحام الأصل أنها ليس لها مقابل، يعني أنا ما بصلش أرحام والدي وأرحام والدتي وبأبر بيهم عشان هم يعطوني حاجة أو يديني حاجة أو مقابل حاجة. لا، صلة الرحم الأصل فيها أنها تكون خالصة لوجه الله عز وجل. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ يعني إمتى إن أنا أكون فعلا أؤدي صلة الرحم كما ينبغي؟ ليس الواصل بالمكافئ إن أنا أصل الأرحام اللي ما فيش بيني وبينهم مشاكل، فده أمر طبيعي المفروض كلنا بنعمله. لكن الواصل الحقيقي الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني أرحامي بيقطعوني بيسيئوا إلي، لا أنا واجب علي أن أنا أصلهم لله عز وجل وألا أقطع هذه الصلة. إذا أنا عملت كده يبقى أنا فعلا من الذين قاموا بصلة الرحم كما أمر الله عز وجل. وصلة الرحم والبر بالأرحام خاصة في هذا الشهر الكريم لها ثواب عظيم عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره، من سره أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. من سره أن ينسأ له في أثره، يعني اللي عاوز ربنا سبحانه وتعالى يؤخر له في عمره أو يبارك له في عمره فليصل رحمه. يبقى إذن صلة الأرحام من الأسباب التي تزيد في العمر، من الأسباب التي تساعد على البركة في العمر. من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. يبقى كذلك صلة الأرحام من الأسباب القوية جدا في سعة الرزق وفي زيادة الرزق. طيب قطيعة الرحم العكس بقى، نرى الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم قد قرن بين الإفساد في الأرض وبين قطيعة الرحم، فقال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يبقى هنا جاب أو تحدث عن من يقطعون أرحامهم في أثناء الحديث عن من يفسدون في الأرض، وجريمة الإفساد في الأرض من أشنع وأكبر الجرائم اللي ممكن الإنسان يرتكبها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ما جزاؤهم يا ربنا؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يبقى إذن والعياذ بالله قاطع الرحم ملعون، يدخل في لعنة الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يبقى إذن كما نبر بآبائنا وبأمهاتنا، نبر كذلك بأرحامنا، ونحافظ على صلة الأرحام خاصة في هذا الشهر المبارك، ولا نقطع الرحم مهما كان، لأننا عندما نصل الرحم إنما نصلها لله سبحانه وتعالى، ونقوي الصلة بيننا وبين الله عز وجل. أما إذا قاطعنا الأرحام فكافأناهم بقطيعتنا لهم فنكون في الإثم سواء ونكون في الذنب سواء. لكن الواصل من وصل أقاربه حتى ولو قاطعوه. كذلك من أبواب البر البر بالجار والإحسان إلى الجار، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هو اللي هيورثني مش أولادي. وهذا دليل على عظم حق الجار على المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره.
فالإحسان إلى الجار من أهم أنواع البر التي ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها، خاصة في هذا الشهر الكريم المبارك. من أنواع البر أيضا، كما أن الإسلام أمرنا بالبر والإحسان إلى الآباء والأمهات وإلى الأرحام وإلى الجيران وإلى المسلمين، كذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالبر والإحسان إلى غير المسلمين طالما أنهم مسالمين غير محاربين لنا. فقال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، القرآن يتحدث هنا عن غير المسلمين الذين لا يقاتلون المسلمين والذين لا يؤذونهم ولا يضرونهم ولا يفعلون لهم أي شيء يؤدي بهم إلى الإضرار والأذى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، إنما هم يعيشون معكم في سلام وأمن ووئام. كيف نتعامل معهم؟ نتعامل معهم بالبر، أن تبروهم. وكلمة البر هنا تشمل كل خصال الخير، فنعامل هؤلاء الناس بالبر والإحسان، فنعزيهم في مصابهم ونهنئهم في فرحهم ونتعاون معهم ونفعل معهم كل أي شيء طالما نتعامل تحت مظلة الشرع الشريف والإسلام الحنيف. أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فكما أن الإسلام أمرنا بالبر والإحسان إلى المسلمين، كذلك أمرنا الإسلام بالبر والإحسان إلى غير المسلمين. إذن البر هي كلمة عامة تشمل كل خصال الخير وكل الأخلاق الحسنة وكل الأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان وأن يتعامل بها الإنسان مع غيره. فإذا فعل ذلك كان متخلقاً بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على ذلك إن شاء الله الثواب العظيم والأجر الكبير. أما الإنسان الذي لا يتعامل بمثل هذه الأخلاق ولا يبر بالناس ولا يحسن إلى الناس، فمهما فعل ومهما عمل من ألوان الطاعات فكل طاعاته يعني تذهب هباء منثورا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة ذات يوم فيقول لهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس اللي ما معهوش فلوس، هكذا فهم الصحابة هذه الكلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يأتي بحسنات أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا ووقع في عرض هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. هو راح لربنا سبحانه وتعالى بحسنات كثيرة، لكن في نفس الوقت كانت أخلاقه سيئة جدا، كان يتعامل مع الناس بأخلاق فظة، أخلاق قبيحة. فيترتب على كده إن كل واحد يأخذ مظلمته من هذا الرجل، كل واحد يأخذ من الرجل ده حسنات على قدر المظلمة بتاعته، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته، خلصت حسناته وبقي عليه شيء، لسه عليه بعض الديون ما سددهاش، قال: فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. فإذا خلص كل الحسنات ولسه عليه ديون لهؤلاء الناس، ربنا سبحانه وتعالى يأخذ من سيئات هؤلاء الناس للتخفيف عنهم ويطرحها على هذا الشخص، ثم يطرحه في نار جهنم والعياذ بالله. نختم بآخر حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي علمنا فيه مكارم الأخلاق ويعلمنا فيه فضل وأهمية وقيمة الأخلاق الحسنة، فيقول صلى الله عليه وسلم: الخلق الحسن يذيب الخطايا. الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يبقى الخلق الحسن بيدوب الخطايا، لا يجعل للخطايا أي مجال، خلاص. فكلما يعني حسنت أخلاق الناس كلما كان ذلك سببا قويا في مغفرة الذنوب ومحو الذنوب والآثام، لأن ما فيش حد فينا معصوم، كل ابن آدم خطاء.
لكن الإنسان إذا أراد بالفعل أن يمحو الله سبحانه وتعالى عنه سيئاته وذنوبه فعليه أن يتحلى بالخلق الحسن، لأن الخلق الحسن بتذوب الخطايا وتذيب الخطايا، وعلى العكس والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لو إحنا عندنا كوب من العسل وحطينا فيه شوية خل فإن هذا العسل سيفسد بوضع الخل فيه. كذلك الإنسان إذا فعل كل الأفعال الحسنة وعمل كل الطاعات وعمل كل حاجة كويسة إلا أنه كان سيء الخلق فيترتب على ذلك أن عمله سيفسد والعياذ بالله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتم الله سبحانه وتعالى وأن ينعم الله سبحانه وتعالى علينا بالأخلاق الحسنة وأن يتقبل منا الصيام والقيام والقرآن، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. فضيل دكتور هاني، اسمح لي، يعني هل من صور يعني لفكرة البر مع الجار والإحسان إليه وكذا، ربما جمهورنا الكريم يعلم البر في صلة الرحم وكذا، لكن هل من صور للبر مع الجار بشكل محدد؟ نعم، الصور كثيرة جدا وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من أهم هذه الصور إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان الكامل المطلوب عن الشخص الذي لا يحسن إلى جاره وعن الشخص الذي يسيء إلى جاره، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، بيكرره بيأكد على الموضوع ده. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هنا بمعنى الشرور، يعني إذا أنا كنت معايا جار أو جنبي جار وهذا الجار دايما خايف مني، دايما لا يأمن شري، دايما متوجس خيفة، منتظر إن أنا ممكن في أي وقت إن أنا أؤذيه أو إن أنا أضره أو إن أنا أظلمه، فدايما الشخص ده بيبقى عايش خايف من الجار بتاعه. فسيدنا النبي يتوعد من كانت هذه صفاته وهذه أخلاقه: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل المطلوب، لأن الإيمان الكامل اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده وسيدنا النبي عايزه هو أن تحسن إلى الناس، ومن جملة هؤلاء الناس أقرب الناس ليك وهم جيرانك. فإذا أنت ما حفظتش على البر بالجار وما رعيتش ربنا فيهم، فأنت بذلك يكون قد انسلخت من الإيمان الكامل، لم تؤمن الإيمان اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه منك. نعم، شكرا جزيلا دكتور هاني، إن شاء الله يعني نعود لفضيلتك مرة جديدة. لكن يعني دكتور عمرو الكمار، مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والوعظات، يعني عندما قال المولى سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني فضلتك لديكم ما لديكم، ولكن تسمح لنا يعني وصولا إلى هذه الصور من الإنفاق، يعني كيف ننفق وصولا إلى البر؟ وهل في مواصفات مثلا للنفس البارة؟ وهل من صور للبر في شهر رمضان بشكل خاص؟ تفضل فضلت الدكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. بداية، كلمة البر من الألفاظ التي وردت مثلثة في اللغة العربية، مثلثة الباء، فتأتي مفتوحة البر وتأتي مكسورة البر وتأتي بالضم فتقول البر، ولكل معنى. فالبر من أسماء المولى سبحانه وتعالى، إنه هو البر الرحيم، يعني لطيف بعباده جل وعلا فيما جرت به المقادير. والبر كما أشار فضيلة الدكتور هو اسم جامع لكل طاعة واسم جامع لكل خير، ومنها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ومنه قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، إلى آخر الآية. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تنالوا الجنة، قاله ميمون وغيره، لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا من الشيء الذي تظن أنه محبوب إليك، لا يعني لا يكون الصدقة ولا تكون الصدقة بالفضل غير المرغوب فيها، فليست هذه من علامات كمل الإيمان. ثم يأتي البر مضموم الراء بمعنى الحنطة، بمعنى القمح. وحديثنا لا شك عن البر، البر ونحن في شهر كريم مبارك، شهر رمضان، وهو من نفحات الله عز وجل. البر في هذا الشهر مطلوب أيما طلب،
المؤمن منذ أن يأتي لهذه الدنيا إلى أن يخرج منها مطالب أن يجمع زاده، مطالب أن يتزوج، وجمع الزاد في هذا الشهر آكد وأشد مطالبة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه يقول: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا تعرضوا لها. نفحات قالوا هي أوقات يقبل الله عز وجل فيها العمل القليل ويجازي عنه الأجر الجزيل، ولا شك أن شهر رمضان من أفضل هذه النفحات. فالبر مطلوب فيه، نعم مطلوب على جهة المسارعة وعلى جهة التنافس المحمود وعلى جهة الجد. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة، شد المئزر قالوا كناية عن الاجتهاد في العبادة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يزل مجتهد، لكن يعني مبالغة وزيادة وتعليم لنا كأمة أن نأخذ من هذا الشهر ما استطعنا من خير، فلا شك أنه من نفحات الله سبحانه وتعالى. البر وهو اسم جامع لكل خير، تفصيلاته لا تكاد، هي الشرع، هي أوامر الشرع. وتعاونوا على البر والتقوى، قالوا البر ما أمر الله عز وجل به، والتقوى أن تتقي ما نهى الله عز وجل عنه. فكل أوامر الشرع تأتي في البر، هذا اسم جامع لكل خير. لكن أشير لقضية مهمة، وهي ما دخل على الناس أو ما دب في أفكار بعضنا من أن العمل الصالح في الإسلام إنما هو قاصر على العبادات فحسب. كثير من الناس إذا أذن المؤذن دخل فصلى، إذا جاء رمضان صام، إذا وجد سعة حج واعتمر، ثم هو قد يكون أمام المسجد الذي يصلي فيه، قد يكون هو صاحب تجارة، هو إذا أذن كان في الصف الأول، وإذا خرج لتجارته باع الناس فغشهم، حدث الناس فكذبهم، واعدهم فأخلفهم. قد يكون العامل إذا أذن المؤذن يسيب الشغل ويروح الصلاة فرض، يذهب فيصلي جزاك الله خير، ثم إذا أتى عمله لم يتقن ولم يحسن، وكأن العبادة في واد، وكأن العمل والمعاملة في واد آخر. من هذا الباب كذلك الأخلاق، ظن هذا الصنف من الناس أن الإسلام هو العبادة وليس فيه من الخلق المعتبر شرعا، وليس ذلك كذلك. بل سيدنا رسول الله بنص هذا الحديث يقول صلى الله وسلم وبارك عليه، وحديثنا عن البر في حديث سيدنا وابصة، وفي حديث النواس بن سمعان يقول لما سأل سيدنا رسول الله عن البر والإثم، طبعا البر هنا يسأل عن الخير، عن فعل الطاعات، وعن الإثم المقابل لهذه الطاعات، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. لم يقل له الصلاة والصيام، لأن هي معروفة أنها من البر، مقطوع بها أنها من البر، الصلاة والصوم والزكاة والحج، لكن رسول الله أشار لجانب قد يكون خافي أو غير واضح لكثير من الناس، أن حسن خلقك من عبادتك لربك، أن صدقك في الحديث من العبادة، أن وفائك في الوعد من العبادة، أن إتقانك لعملك من العبادة، أن كل سلوكياتك هي عبادة تتعبد بها لله سبحانه وتعالى. فالبر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. حسن الخلق أن تحسن أخلاقك. المنهج الذي ستقيس عليه خلقك هو سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. في الواقع الأخلاق من الأمور الثابتة، سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لما يقول: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة لعلات، أصل العل في اللغة هو الشرب على ري، يعني أنت مرتوي ثم تشرب، يقال لك الشرب الثاني هذا عل. إذا كنت أنت ظمآن جدا يتقطع حلقك من الظمأ أنت تشرب ترتوي، فإذا كنت مرتو بتشرب على عل، على ري بقى عل بقى، يعني تنتقي ما تشرب، مش أي شيء تشربه، لأنك أنت في الواقع أنت مرتوي ولست ظمآنا. فالعل هو الشرب على ري. وشبه رسول الله بالرجل الذي يتزوج امرأة واثنتين وثلاثة وينجب منهن، شبه أولاده بإخوة لعلات. من أين أتى التشبيه؟ كأن الرجل لما تزوج الأولى شرب منها فانطفأ ظمأه، فإذا تزوج الثانية أصبح يعل
كما أن الرجل بعد الري يعل، يعني يشرب على اختيار وعلى سعة. الشاهد أن الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، الأصول واحدة، كما أن الرجل اللي عنده كذا زوجة هو أب واحد وأمهاتهم شتى. الأصول هي العقائد والأخلاق وما يسمى بالأمور السمعية، السمعيات والأخلاق، هذه ثابتة من لدن آدم إلى قيام الساعة. فمنذ سيدنا آدم إلى سيدنا رسول الله إلى قيام الساعة لم يزل الصدق محموداً. منذ آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل النفاق مذموماً. منذ سيدنا آدم إلى قيام الساعة لم يزل الإحسان محموداً. وعلى هذا فقس، الأخلاق ثابتة لا تتغير. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول البر حسن الخلق يشير إلى أن حسن الخلق من طاعتك لله عز وجل، من البر، من الطاعة، تؤجر عليها أو تأثم إذا كان الخلق غير حسن. فوجب على العبد أول شيء قضية الأخلاق وأنها من العبودية. ثانيا هي طوق النجاة لك لأن تسع الناس. سيدنا رسول الله يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم حسن الخلق، يعني لن تستطيع أن ترضي البشر بالمال، هتجيب منين؟ لو مال قارون لن ترضي به الناس، لكن يرضي الناس الكلمة اللينة، الفعل الحسن، إزداء النصيحة، إزداء المعروف، البشاشة، الطلاقة في الوجه، ولكن يسعهم منكم حسن الخلق. ونحن في هذا الشهر الطيب المبارك يعني أذكر نفسي والسامعين والمشاهدين جميعاً بقضية المبادرة والمسارعة. مولى سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني سارع، سابق، وسابقوا في الآية الأخرى وسابقوا إلى مغفرة. المسارعة من أسارع؟ ما يجي الإنسان فينا يقول إذا لم أعمل الآن هبدأ من بكرة، إذا لم أجتهد في الخير الآن إن شاء الله من الأسبوع الجاي. ولكن سيدنا رسول الله حذرك أنك قد لا يأتي عليك الوقت الذي تسوف فيه الآن، قد لا يأتي عليك وقت مثله أنت قادر على العمل الصالح فيه. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعا. البر اسم جامع لكل خير، بادر هذا البر، بادر هذا العمل الصالح بسبعة أحوال. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا. الحال الأولى أنت فيها مستور، ربنا كفيك ومستور، يعني عندك قوت يومك، عندك ما فيه الكفاية، فاعمل صالحا ولا تسوف ولا تؤجل، فقد يأتي عليك فقر ينسيك عملك الصالح. تجد الإنسان المديون المطالب بقضاء دين في وقت معين تجده يسير بين الناس كأنه تايه، أنساه دينه، يلقى أخاه ولا يسلم عليه، مش واخد باله لأنه مهموم، نسأل الله الستر والسلامة. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، فإذا كنت مستورا فبادر بالعمل الصالح خشية أن يأتي عليك فقر ينسيك حالك وعملك ولا تجد فيه السعة والقدرة على العمل. أو غنى مطغية، الغنى يعني المال، والمال عند الإسلام هو سيف بحامله، المال في الإسلام سيف بحامله. المال لا يذم في ذاته ولا يحمد في ذاته إنما بحامله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. المال الصالح إذا كان في يد رجل تقي وصل به رحمه وعلم لله فيه حقه واتقى فيه ربه وأنفق على الأرامل واليتامى وأطعم الجياع وكسى العراة وفعل الخير، فكان المال في الواقع مطية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جماعة من الفقراء المهاجرين يشكون إليه إخوانهم الأغنياء، وهم فهموا هذا الفهم منذ قدم، فهموا أن المال نعم المعين على طاعة الله عز وجل إذا كان في يد رجل صالح. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. قال وما ذلك؟ أهل الدثور يعني أهل الأموال. فقالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال فيتصدقون ويحجون، والفقير يشاركك في العبادة المجانية، الفقير بيصلي معاك وبيصوم معاك لكن لما يجي صدقة ومعوش،
لم يجي الحج أنت تخرج وهو ليس معه. فالفقراء يشكون لسيدنا رسول الله حالهم، ماذا نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولا يدرككم أحد ممن جاء بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33. ففعلوا ختام الصلاة المعروف، فسمع إخوانهم من الأغنياء ما قالوا فقالوا مثل قولهم، فآتوا الفقراء مرة ثانية لسيدنا رسول الله: سمع إخواننا ما علمتنا فقالوا مثل ما قلنا، فعلمنا شيئاً ننفرد به. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المال الخلاصة فضل الله يؤتيه من يشاء. فالغنى الغنى محمود، لكن قد يقع الغنى في يد فاجر فيستعين به على كل مصيبة وعلى كل بلية. سيدنا النبي بيحذر: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ ربما يأتي عليك غنى يطغيك، والطغيان هو مجاوزة الحد في الظلم، مجاوزة الحد في الظلم، نسأل الله السلامة والعافية. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا؟ إنسان فينا لله الحمد والمنة سليم معافى، إذا أراد أن يتوضأ أتى فتوضأ، إذا أراد أن يصلي ذهب فصلى، إذا أراد أن يصل رحما ذهب فوصل. هل تنتظر أن يأتيك مرض مفسد مقعد؟ إذا أردت أن تذهب لقضاء الحاجة استعنت بهذا واستعنت بهذا. إذا كنت أنت سليم ومعرض فهل تنتظر إذا ابتليت؟ هل ستطيع المولى سبحانه وتعالى؟ فبادر ولا تؤخر، ربما يهجم عليك المرض فلا تقدر على ما أنت عليه قادر الآن من العمل الصالح. ثم يقول: أو هرما مفندا. التفنيد اللي هو بيسموه الخرف، المولى سبحانه وتعالى ذكر هذا في سورة يوسف لما سيدنا يعقوب وجد، قال: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تقولوا أني خرفت فأنا شامم ريحة يوسف صلى الله عليه وسلم وبارك على أنبياء الله جميعا. فهرما مفندا يعني أنت منتظر، لما تبقى راجل كبير جدا ويقول لك يمين تقول لهم شمال ولا تجد عقلك، تقول ساعتها انا راح اتوب بقى واقعد في الجامع. طب انت على راس امرك الان، بادر بالتوبه وبادر بالعمل واستكثر من الصالحات قبل ان يذهب لبك، والعقل هو مناط التكليف في الاسلام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: او موتا مجهزا. الموت المجهز الموت السريع المزفف، الانسان من نعم الله قد يرزق قبل الموت فتره او مده فيها شيء من المرض أو فيها شيء من فيستطيع أن يستعتب، إذا كان عنده ديون يسدها، إذا كان عنده وصايا يقولها، إذا كان عنده مظالم يردها. لكن ربما الواحد فينا على رأس أمره وفي عنفوان قوته يخرج في عمله أو إلى عمله فيأتيه موتا مجهزا، فيأتيه موت مجهز فلا يدع له فرصة أن يتوب ولا أن يستعتب. فيحذرك رسول الله من أنت الآن حي على رأس أمرك، على رأس عافيتك، على رأس سترك، ليس عندك الغنى المطغي، فبادر بالعمل قبل هذه المعوقات. ثم يقول: أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلنبادر في هذا الشهر الطيب المبارك ولنستكثر، ولنعلم أن الجنة لن تنال إلا بالإنفاق الطيب. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذا الحديث في منتهى الأهمية، لأن كما نعلم والإمام الغزالي في الإحياء يقول، وهذه كلمة مهمة، يقول: جرت عادة المسلمين أن يأكلون في شهر رمضان ما يؤكل في عدة أشهر. يعني الـ 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 الأصل أنك تصوم في رمضان، فالصيام عندك سحور وإفطار، ففي في الوسط وجبة واحد الغداء، أنت كان عندك إفطار وعشاء وغداء، فالغداء ذهب، المفروض أنك قد وفرت ثلث ما تنفق. يعني إذا كنت تنفق في الشهر العادي 300 جنيه مثلا فأنت في رمضان تنفق 200. ولما؟ لأن في واحدة أنت صائم، أنت تناولت سحورا وإفطارا ولا يوجد غداء. هذا هو المنطق وهذا هو الظاهر. لكن يقول الغزالي متوفى 505 هجريا، يعني في أول القرن السادس بعيد جدا، يقول: جرت عادة المسلمين أن يأكلوا في رمضان ما يؤكل في عدة أشهر. طيب وليه؟ لأن الموضوع أصبح موسم من مواسم الأكل في المقام الأول، وهذا اضطر كثير من الناس أن يطلب المال من حله ومن غير حله لأنه محتاج ينفق ما ينفقه في عدة أشهر. فنبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،
الله عز وجل لا يقبل من النفقات إلا ما كان حلالاً خالصاً، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً صادقاً مبتغى به وجه المولى سبحانه وتعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الرسول يأكل من الطيبات ويعمل صالح، ويا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يمد يده: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يأخذ بنواصينا وأن يرزقنا صياماً مقبولاً وعملاً صالحاً بحول الله عز وجل متقبلاً. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. لكن لنا تساؤل في هذه يعني الجزئية وهذا الأمر تحديدا، الوجبات في شهر رمضان فضيلتك بتقول إن هم سحور وإفطار، يعني كده المفروض إننا ننفق فقط الثلثي إذا كنا بننفق 300 جنيه وكذا. الفكرة هنا يعني كيف نضبط هذا الأمر، يعني ربما لا يضبط، يعني حتى ولو كان من يجاهد في هذا الأمر لا يستطيع. كيف نضبط هذا الأمر ولا ننفق كثيرا ولا يكون شهر رمضان كما نعلم يعني هو شهر للطعام وكذا، كيف يضبط هذا الأمر في طاعة الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني فكرة أنه يعني كلوا من طيبات ما رزقنا الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. هي قضية المولى سبحانه وتعالى، الأمر هنا للإباحة أقول ليس الوجوبا، لكن المولى سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل من الطيبات. هذا الحكم من الإباحة مقيد بقيدين ذكرهما ربنا عز وجل في القرآن الكريم. القيد الأول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والقيد الثاني: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسراف هو إنفاق فيما ينبغي فوق ما ينبغي. أن تسرف يعني مثلاً أنا أستطيع أن أتناول وجبة الإفطار مثلاً بعشرين جنيه، بثلاثين جنيه، وأستطيع أن أتناول هذه الوجبة بألف جنيه. هذا أكل، تقول لو سألتك أنت أفطرت بألف جنيه تقول أنا من طيبات ما رزقناكم، أنا أكلت حاجة حرام. لكن هذا إنفاق فوق ما ينبغي، هذا إسراف، والله عز وجل لا يحب المسرفين. التبذير أو المبذرين هو إنفاق فيما لا ينبغي أصلاً، يعني إنفاق فيما لا ينبغي، بمعنى أن كثير من المسلمين من عند الإفطار ربما أفطر على سجارة، ربما بعد الإفطار أتى بكذا وكذا يشربه أو يدخنه مما حرم الله عز وجل. التبذير هو إنفاق فيما لا ينبغي، قليله وكثيره حرام. أما الإسراف إنفاق فيما ينبغي فوق ما ينبغي، فالقدر المبتغى فيه هذا حلال وجائز. فأقول لك أن كل بحسبه، كل بحسبه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، بمعنى أن الإنسان العرف المقبول الذي لا يعاند الشرع هو معتبر في الشرع، بمعنى أن كل فينا بحسبه يأكل في الوسط المقبول في عرفه. فطبعاً لا يستوي هذا الذي راتبه 10,000 مع هذا الذي راتبه 2,000 وهكذا، فكل يأكل في الوسط بحسبه. وإن وسعت فوق حسبك فوق العرف المتبع عندك فلا شك أنك مسرف، والله لا يحب المسرفين. فالعبرة هو أن تعلم أن هذا شهر عمل صالح وليس شهر للأكل والشرب وفقط، الأكل والشرب طول العام، لكن هذه نفحة من نفحات الله لنتقرب فيها إلى المولى سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أسباب هذه النفحة أنه شهر القرآن، نزول القرآن الكريم، شهر ليلة القدر، أنه شهر العشر الأواخر وسنة سيدنا النبي في هذه العشر الأواخر. فلنعلم أننا في العبادة أو في شهر عبادة، ولسنا في شهر أكل في المقام الأول، لكن نأكل كما كنا نأكل قبل رمضان. ونذكر بقوله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني ونأكل من الطيبات، يعني إن شاء الله ربنا تقبل يا رب العالمين. دكتور هاني، أعود لجزئية يعني فكرة أنه صور البر في شهر رمضان وفي باقي العام كثيرة، لكن هل ذكرتنا بفكرة هل هناك مواصفات للنفس البارة وكذا، أو من يحيا بين الناس ومتخلق بخلق البر؟ من أهم هذه الصفات أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالأصل في المسلم المنضبط المتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المتصف بصفات البر على اختلاف جوانبها كما تحدثنا، الأصل فيه أن يكون محبا لغيره،
يعني لا يقصر نفعه على نفسه، إنما يتعدى بنفعه إلى غيره. ودول أحسن ناس ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول لنا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، يعني أكثر ناس ربنا بيحبها، أكثر ناس ربنا سبحانه وتعالى بيكرمها، هم أكثر الناس محبة لغيرهم، وأكثر الناس الذين ينفعون غيرهم، يعني يتعدون ببرهم وأخلاقهم وخيرهم منهم إلى غيرهم. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. طيب، وأحب الأعمال إلى الله إيه؟ فسيدنا النبي لما تكلم عن أحب الأعمال لم يذكر الصوم ولا الصلاة ولا أي شيء، إنما تكلم برضو على الأخلاق الحسنة والبر إلى الغير، فقال صلى الله عليه وسلم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ده من أحب الأعمال إلى الله، إنك تكون باب خير للناس، إنك تفرح الناس. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا، إنك تأكل الناس، تطعم الناس ابتغاء مرضات الله، أو تقضي عنه دينا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة لي. سيدنا النبي اللي بيقول كده، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة لي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. يعني من صفات الإنسان البار بالناس المحب لغيره أن يسعى في قضاء حوائج الناس. وسيدنا النبي بيقول لنا لو أنا أمشي في قضاء حاجة واحد ده أحب عندي وأفضل عندي من أن أنا أعتكف في المسجد، في المسجد النبوي شهرا. فدي باختصار صفات الإنسان بار بغيره، أن يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه. وأعظم صفة وأعظم خلق للإنسان أن يتعدى نفعه إلى غيره، يعني الإنسان ما يقصرش الخير على نفسه، لازم الإنسان المسلم يفعل الخير لنفسه ولغيره. والملاحظ في القرآن الكريم إن ربنا لما تحدث عن الإنسان عندما يعني يحين وقت الموت ويحين انقضاء العمر، فيقول القرآن الكريم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ليه؟ قال فأصدق وأكن من الصالحين. لماذا ذكر الصدقة؟ لماذا لم يقل فأصلي فأصوم فأحج فأفعل كل شيء، أي شيء؟ لماذا ذكر الصدقة بذاتها؟ لأن الصدقة من الأفعال التي ومن الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير، لأن لما أنفق نفقة في سبيل الله، لما أطعم مسكين، لما أتصدق، فالناس بتنتفع بهذه الصدقة. عكس الصلاة، الصلاة لما أنا بصلي أنت مش هتنتفع بصلاتي، أنا اللي هنتفع بصلاتي. الصلاة نفعها قاصرة على العبد، أما الصدقة فنفعها يتعدى من العبد إلى الغير، وهذا من أجل الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. جزاكم الله خيرا دكتور هاني تمام، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور عمرو الكمار، مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم جمهورنا الكريم. تحدثنا حول البر، ويعني ربما في الملتقى اخترنا، وإن شاء الله اللقاءات ممتدة طوال شهر رمضان المبارك، هذه الصفات التي نتمنى أن يتحلى بها المسلم في كل مكان. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة، ودائما نراكم بخير إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.